حياكم الله معنا في الجزء الأخير من يا هلا. في نهاية الأسبوع وضعنا تغريدة في تويتر وقلنا فيها أنه وش رايكم نخرج من الأجواء الأخبار السلبية الكثيرة لكورونا ونحاول نصنع بعض الإيجابية من خلال راسلونا وحكوا لنا أبرز الأشياء الإيجابية اللي خرجتم فيها في البقاء في منازلكم في هاشتاج خليك أو خلك في البيت. وحقيقة أنه صار في تفاعل جيد، وصلت مجموعة من الفيديوهات الجميلة، كل واحد يحكي تجربته، بعضها طريف وبعضها جاد وبعضها مسلي، كلها كانت جميلة نشكر أصحابها. كان في أيضا مجموعة من التغريدات اللي حكت كثير من الحكايات الإيجابية الجميلة. الهدف من هذه الفقرة أنه نحاول تقديم مادة إيجابية فرائحية تخرجنا شوي من أجواء كورونا وأرقام الإصابات وأرقام الوفيات ومتابعة أخباره على مستوى العالم وزيادة الإصابات والمؤشر انخفض ولا استقر ولا يعني كل الأخبار هذه. فلذلك كل بسمة وكل فرحة وكل إيجابية في هذه الفقرة يعود فضلها بالدرجة الأولى إلى الأشخاص الذين أكرمونا وتفضلوا علينا بمشاركتنا. خلونا نستعرض الفيديوهات اللي جات معنا وبعدين بناخذ بعض التغريدات. هذه مجموعة فيديوهات، أشكر كل من أرسل وكل من تواصل ويشرفنا عرضها في أهلا. أشياء مرة عجبتني في الحجر المنزلي أن الأسرة مجتمعة مع بعضها ونسمع كلام ملكنا. وطنيتك وهدت مالك في البغاء في المنزل في الجنبين. كيف كلام مقمرة يا له مقمرة والله العظيم إنه نطبخ أحسن منهم ذولك اللي بيكاكلوا بشيء الحريم إنه ما يعرفون يطبخون. بس السلام عليكم، معكم عرفات أحمد الخطيب. أنا وماما نسوي عصير وسكريم وأنا وأخويا نلعب بالسكوتة ألعب مع أخويا مرة كثير. أتمنى أن نكون كلنا بخير. فترة العزل المنزلي فترة مناسبة نغير فيها ترتيب حياتنا ونحقق فيها إنجازات ونهتم بصحتنا. ضروري تنظيم الوقت ونخصص وقت للرياضة وللقراءة وللدراسة، كمان وقت لاستخدام الجوال، ونختار الأكل الصحي اللي يساعدنا برفع المناعة، ونحاول نتعلم شيء جديد مثل أنا أخصص نص ساعة من وقتي أتعلم فيها الميك أب. ضروري الإنسان يهتم بشكله وبصحته عشان يحس بالتطور ويكون سعيد ومتفائل. باي. شكرا لكل هؤلاء اللي شاركوا، سواء الأطفال اللي شاركونا أو أهاليهم اللي حثوهم على المشاركة أو الأستاذ إبراهيم دلح في مقطع الطريف اللي شارك فيه. وبنستعرض لكم ثنتين من التغريدات اللي وصلتنا حول الإيجابيات اللي يقضونها في منزلهم أو أبرز الإيجابيات اللي حصلوا عليها. هذه التغريدة الأولى من طفلة النفيعي تقول فيها: من الإيجابية عملت فقرة قهوة وكتاب عن طريق منصة السناب، الهدف منها تعزيز القراءة واستثمار الحجر المنزلي فيما يفيد. ويمكن يعني القراءة واحدة من أهم الاستثمارات الجميلة، وهنا أتذكر أن العقاد يقول أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي. خلونا نشوف التغريدة الثانية. التغريدة الثانية من وليد شراحيلي يقول فيها: البقاء في المنزل جعلني أكثر قربا من الكتب أيضا، ورويت عطشي للقراءة، أنتقل من كتاب لآخر وأبحر بينها لعلي أصل لشط الثقافة التي أرجوها. تأخرت كثيرا في قراءة الكتب وشعرت الآن بمعنى أن تقرأ لتعيش وتعيش لتقرأ. وكان مرفق يعني صورة كتاب أيقظ قواك الخفية. شكرا وليد شراحيلي، شكرا لكل من شاركنا. هذه مقتطفات من المشاركات، في مشاركات أخرى راح نعرضها إن شاء الله في الأسبوع القادم بالإضافة إلى كل ما يأتي من مشاركات جديدة. وبنحاول نستمر في هذه الفكرة بتفاعلكم بحيث أنه نوجد لنا مساحة أو نافذة مريحة وإيجابية نحارب فيها كورونا. يعني اليوم مواجهة كورونا يمكن أن تكون حتى معنوية.